ريسينج يا سيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، ينطلق الشوط الرابع من هذه الأمسية للخيل العربية الأصيلة المبتدئة والفازة بسباق الدرجة الخامسة مسافة 1700 متر. ثمان جهات تشارك في هذا الشوط وتنطلق هنا في المضمار الرملي. انطلق مع الجدران 2 المشهر لحمد بن أحمد الجهني أرنولد لوبين على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط، مع تقدم من قبل جودرام 8 فورد جيل شيراز لحسن بن علي المطوي وصالح سالم المري على ثاني المراكز. ثالثا محاولة أيضا من قبل جودرام 5 جود مغرور لحمد بن أحمد الجهني واشتيبان مازور على المركز الرابع. أيضا محاولة من قبل جودرام 3 جود الثقب لمربط الغزالي ماركو كازامينتو على المركز الرابع. معود تقدم من وسط الجاد من قبل الجواد رقم 2 المشهر لحمد بن أحمد الجهني أرنولد لوبين مع حمد الجهني على المركز الخامس. عودة إلى المركز الأول وعودة إلى الصدارة مع الجواد رقم 8 فورد جيل شيراز حسن بن علي المطوي وصالح سالم المري على المركز الأول. أيضا محاولة من الخارج من قبل الجواد رقم 6 الجواد مكابر لمربط الركابين وعبد الرحمن بن عمرو على المركز الثاني من الخارج. مع التقدم شيئا فشيئا من قبل الجودرام 4 حابس لعبد العزيز صالح الجابر عبد العزيز فهد البلوشي على المركز الرابع من الخارج في وضعية جيدة مع هادي الرمزاني. لكن الصدارة زادت مع الجودرام 2 المشهر حمد بن أحمد الجهني أرنولد لوبين على المركز الأول. أيضا محاولة الجودرام 5 مغرور لحمد بن أحمد الجهني واشتيبان مازور على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط مع حمد الجهني مغرور إلى المركز الأول. محاولة الجودرام 4 حابس لعبد العزيز الجابر مع عبد العزيز البلوشي على المركز الثاني، لكن الصدارة بفارق بعيد عن باقي الجيادة. الجواد مغرور لحمد بن أحمد الجهني واشتيبان مازور بفارق بعيد عن باقي الجيادة إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط. ألف مبروك لحمد الجهني على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المستحق. And the official results for the fourth race of the evening. The winner, horse number 5, Magrur, owned and trained by Hamed Ahmed Hassan Amal Kaljani, ridden by Stefan Mazur. Second horse number 4, Harbis, owned by Abdulaziz Saleh Al-Jabir, trained by Hadi Ramzani, ridden by Abdulaziz Fahad Al-Balushi. Third horse number 2, Al-Mashahar, owned and trained by Hamed Ahmed Hassan Amal Kaljani, ridden by Arno Delapine. Fourth horse number 6, Mukabir, owned by the Al Rakaban Stud, trained by Dr. Fahd Al Hajri, ridden by Abdurrahman bin Omar. Fifth horse number 3, Al Thagab, owned by the Al Ghazali Stud, trained by Jasim Al Ghazali, ridden by Marco Casamento.